بقى عن الداخلية، في النهاردة خبر تقريبا من الأخبار المفرحة، حاجة كده تدي جرعة أمل، حاجة تدي جرعة تفاؤل، حاجة تخلي ناس قاعدة في البيوت تقول ما البلد فيها شباب زي الورد وبيشتغلوا، ما البلد فيها ناس بتقدر تنجز لما تحب تنجز، تقدر تنجز في شهور معدودة، في أيام معدودة. واللي زاد شهرة اللي حصل النهاردة فيما يخص افتتاح أولى القرى أو ثاني القرى الخاصة بمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا اللي بترعاه وبتدعمه وبتقوده مؤسسة اسمعونا، إنه رئيس الجمهورية النهاردة عاد ليغرد مجددا أو ليكتب مجددا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ويؤدي التحية لشباب اسمعونا، وبيقول يعني فيما يعني يمكن اختصاره بأنه الرئيس شكر هؤلاء الشباب واعتبرهم نموذج لما يريد الوطن في المرحلة الجاية من عملية التنمية. النهاردة كانوا مجموعة اسمعونا كانوا موجودين في قرية الفيوم بيفتتحوا قرية كفر الباسل أو قصر الباسل أنا آسف، والحقيقة ما كانش بس افتتاح لقرية تم تطويرها أو إن هم سقفوا شوية منازل أو إن هم دهنوا شوية بيوت، لا ده كان إعادة بناء من أول لتحت من فوق لتحت، بخلاف إنه كان في مهرجانات للأطفال، بخلاف إن كان في تطوير للمدارس، بخلاف إن كان في أفكار ثقافية، بخلاف إنه كان في تنمية مستدامة لأهالي هذه القرية. وعشان ما أطولش على حضراتكم ونحاول نشرح للناس إيه اللي حصل النهاردة في قصر الباسل بالفيوم وإيه اللي هيحصل في 50 قرية مصرية تاني، أنا معايا الزميل والصديق الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، احكي لنا النهاردة تفاصيل هذا اليوم المفرح والعظيم في الفيوم. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أولا بشكركم جدا على البهجة اللي دخلتوها في قلوب الناس النهاردة في الفيوم على وجه الخصوص، الصور كانت الحقيقة مبهجة جدا. تاني حاجة بشكركم برضو على جرعة الأمل اللي أنتوا اديتوها للناس في البيوت وهي بتشوف التقارير اللي بتتعرض أو بتشوف الصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص أداء هذه المجموعة في كفر الباسل وقبلها في قصر الباسل وقبلها في قرية أولاد يحيى. وانا هسيب لحضرتك كده المساحه تشرح للناس ايه اللي حصل النهارده في قصر الباسل وايه هو مشروع تطوير القرى الاكثر احتياجا. في الحقيقه خليني اشكر حضرتك الاول وحضرتك يمكن من الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع، وبوجه الشكر لكل الشركاء والجمعيات اللي شريكه معانا في هذا المشروع. هو مشروع اطلقته مؤسسه اسمعونا من شهرين بالظبط، كنا في لقاء مع السيد الرئيس ووعدناه ان احنا يكون عندنا تطوير لعدد 50 قرية على مدار العام، والحمد لله قسمنا نفسنا بشكل سريع وقلنا نشتغل في 25 دلوقتي، وتم اختيارهم عن طريق الوزارات المعنية وعن طريق مركز دعم واتخاذ القرار والجهاز المركزي افعال 25 قرية والقرى الاكثر احتياجا. احنا بننزل بشكل بسيط قوي للقرية استاذ محمد، بناخد معانا الشركاء الاستراتيجيين التنفيذيين معانا من اربع او خمس جمعيات شريكه في هذا المشروع، بنعمل مسح شامل داخل القريه لافقر اسر موجوده. ما بنشتغلش طبعا بالقريه بالكامل، احنا بناخد الاسر اللي تحت خط الصفر نوصلهم لمرحله الاكتفاء والانتاج، نعمل له بيت ادمي ثم مشروع تنموي ثم ابدا اربط ولاده بالمراحل التعليميه لو متسربين من التعليم عن طريق احدى الجمعيات المتخصصه في النشاط ده. بيتم رفع كفاءة مركز الشباب عن طريق وزارة الشباب، بيتم عمل قوافل طبية عن طريق احدى الجامعات ايضا ومسح شامل لفيروس سي. النهاردة احنا كنا بنتكلم عن قرية قصر الباسل وقرية السريرة بمركز قصة في الفيوم، المبالغ تقدر بخمسة مليون جنيه. الشريك الرئيسي طبعا لهم كل الشكر وهم التنفيذيين جمعية الأورمان واللي قاموا بكل المشروعات التنموية وبعادة اعمار واستكمال بناء ال 70 منزل، وزعنا اكثر من 500 مشروع تنموي بيتراوح مع او بيكون اهمهم ان هي مشروعات صغيره متناهيه الصغر ومشروعات قروض حسنه، منها مشروعات رؤوس ماشيه ومشروعات بقاله او مشروعات انتاجيه صغيره ومتناهيه الصغر. الاهم النهارده ان احنا كان عندنا اكثر من 300 حاله من مرضى العيون والقلب تم اعطائهم جوابات واخطابات رسميه لاجراء العمليات مجانا. كان عندنا ثلاث قوافل طبيه داخل القريه، افتتاح لست فصول محو اميه، كان عندنا اعاده اعمار رفع كفاءه مدرسه قصر الباسل، وافتتاح معمل كمبيوتر يمكن تكلف لوحده اكثر من 50,000 جنيه من مؤسسه المستماني. كان معانا شركاء اخرين صراحه ما اقدرش ننسى حد من مؤسسه نور كايرو ومبادره هنلونها وشباب عملوا فرحه للاطفال داخل القريه بكرنفال من الاحتفالات والاغاني والانشطه الفنيه. ما لقينا كل اطفال القريه والقرى المجاوره
بدأوا يجتمعوا مع هؤلاء الشباب، 80 من شباب مصر المحترمين بيجمعوا نفسهم ويوصلوا القرية من بداية اليوم، يعملوا لهم تدوين، يعملوا لهم أنشطة رياضية وأنشطة فنية. صراحة النهاردة كان كرنفال وكان تشبيك رائع بين منظمة المجتمع المدني تحت مبادرة ومؤسسة اسمعونا، إن إحنا بدأنا نخلق فرصة ومساحة مشتركة بين كل الجامعات الأهلية النشيطة في مصر، واللي بنتمنى إن كل الجامعات اللي لسه ما انضمتش هنا إن شاء الله تنضم. واحنا شغالين لثالث قرية النهاردة، كنا بنستحضر بعد أولاد يحيى سوهاج ثم قصر الباسل والسريرة. الأسبوع القادم عندنا قريتين اثنين في بني سويف، الأسبوع اللي بعده قريتين أخرى يعني أنتم مكملين يا مصطفى وهكذا حتى نهاية الشهر. فبصراحة المجهود إن شاء الله متواصل، وهيكون في مفاجآت في القرى القادمة بإذن الله أكثر ما شفناها النهاردة بإذن الله. يعني ال 50 قرية يخلصوا على إمتى يا أستاذ مصطفى؟ احنا استاذ محمد 25 قريه في 6 شهور الاولى، 25 قريه في 6 شهور الثانيه. احنا الحمد لله معانا تمويل ل 25 قريه الاولى الحمد لله، وشغالين فيهم على قدم وساق ان احنا هنكون في نهايه مارس انتهينا من 16 قريه بالكامل من اعمال التنميه ورفع واعاده استكمال جميع البيوت المطلوب هدها او هدمها واعاده اعمارها من جديد. الان الحمد لله لنا اجتماع مع مؤسسه مصر الخير ومؤسسه المستقبل الخيريه وبعض المؤسسات الاخرى يتكفلوا ان شاء الله ب 25 قريه الاخيره، وبنحاول قدر الامكان نكمل بقيه الدعم المطلوب. لكن احنا عندنا جرعه تفاؤل وامل كبيره جدا من الروح المعنويه اللي جات لنا النهارده من شكر او رساله من السيد الرئيس على دعمه المعنوي والادبي للمبادره ومؤسسه اسمعونا. عندنا استعداد نكمل هذا المشروع بقوه اكبر من الاول، لان يمكن لما نلاقي رئيس الوزراء بنفسه بيتابع بشكل يومي ايه اللي بيحصل، وانه يسخر لنا او يهيئ لنا الجو مع الساده الوزراء والمحافظين، ويكلف النهارده من الدكتوره ليلى اسكندر مشكوره والسيد المحافظ والاستاذ احمد المستناني والكابتن احمد حسن والعديد من الشخصيات العامه والاعلاميين، يمكن وسائل الاعلام كلها مشكوره كانوا موجودين داخل القريه النهارده بيسلطوا الضوء على اهميه التشبيك بين المجتمع المدني. والنهارده كان حاصل جو من البهجه والفرحه تقريبا انا الوحيد اللي ما رحتش كده، لان بس احنا اعطناهم علم مصر وهم بيستلموه. مش بس انا بكلمك على مشروع تنموي، وانا بفتح لهم بيتهم اللي كان مهدم بعد ما يتعمل البيت النهارده، لما المحافظه او الوزيره بتشوفه بتبقى مش مصدقه ان احنا يمكن شاليهات او فيلل بتتبني للاسر. ده حقهم، وده حقهم على الدوله وعلى المجتمع المدني وعلينا احنا كمان كشباب. اعطينا نفسنا مسؤوليه لازم نكون قدها، وزي ما وعدنا في لقائنا مع السيد الرئيس ان احنا ان شاء الله هنخلص 50 قريه في نهايه 2015 باذن الله. هيكون ده نموذج يحتذى به لدى الجامعات الاخرى، ويحصل تشبيك اللي بنحلم بيه ان احنا بنغير سياسه كانت للاسف مفقوده، حلقه مفقوده وجزر منعزله في الجامعات الاهليه والمنظمات المجتمع المدني، ان احنا نشبك ما بينهم ونشبك ما بين المجتمع المدني والدوله. قطاعات الدوله لما نقول مركز تحديث الصناعه وتطوير الصناعي يشتغلوا ويأهلوا شباب وينموا الكرة دي معانا، ووزارة التعليم الفني الجديدة وكل الوزارات المعنية التجارة والصناعة وكل الوزارات اللي تقدر تضيف قيمة مضافة داخل تلك القرى يا ريت يشتغلوا معانا الفترة اللي جاية، يا ريت نضيف بسمة أمل أو بسمة لكل طفل في أي قرية من القرى الفقيرة دي، لأن دول اللي إحنا بنساعدهم ما يهاجروش للمدن، ينموا في القرى بتاعتهم ويزرعوا أرضهم. بنساعد على تمكين اقتصادي للاسر ديت، بنساعد على خلق فرص عمل داخل اماكنهم عشان ما يحصلش النفور والهجره اللي احنا بنقول دلوقتي في يعني مشاكل كبيره جدا في مناطق عشوائيه عشان الناس دي. صحيح صحيح صحيح. اهم حاجه تساعدني ما ادفعش غرامه كبيره بس. يا فندم انت اهم حاجه تساعدني ما ادفعش غرامه كبيره، انا عارف انه شريف اسعد مش هيرحم. احنا عندنا يا جماعه، انا بشكر جدا الاستاذ مصطفى زمزم على وجوده معانا. احنا عندنا اللي بيغيب عن فعاليه من فعاليات اسمعونا بيدفعوه غرامه كبيره جدا، وتحديدا الاستاذ شريف اسعد ما بيسيبش الحكايه دي. بعيد بقى عن اللي حصل النهارده في اسمعونا اللي كان مفرح جدا، وده انا هدفع غرامه التاخير على عدم الحضور النهارده.
اسمعوني شغاله في كذا مجال تاني، كان لسه المشروع بتاع وقتك لبلدك الدكتور هشام عاشور كان لسه موجود من اسبوع او من ايام، وعمل 13 عمليه في يومين، والفتره اللي جايه هيبدا بتدريب عدد من الاطباء ويصاحب معاه عدد من الاطباء التانيين اللي جايين من المانيا لنقل خبرات للدكاتره والاطباء المصريين. ده مشروع هايل جدا، ادعوكم وادعو حضراتكم ان انتم تتابعوا تفاصيل هذه المشروعات وتفاصيل نشاط اسمعونا على صفحتهم على فيسبوك، بالتعاون حتى كمان وقتك لبلدك دي مؤسسه او مبادره بالتعاون مع قناه النهار.